ابعد عن طريقي. خير يا استاذ حسن، في حاجه؟ لو سمحت مادموزيل. تفضل. كنت عايز اطلب منك بس طلب. عارف ان هو محرج بس انا مضطر. كنت عايز تليفونك اعمل منه مكالمه. ما ينفعش طبعا التليفونات في العنايه المركزه، بعدين الاداره مبلغانا بكده. عارف بس المكالمه دي هتفرق. هتفرق في براءتي. صدقيني مش هنسالك الجميل ده ابدا. طب بص تمسك، بس طب وحياتك بسرعه ولا حد يلمحنا. ماشي وانا هقف عند الباب لحد يجي كده ولا كده. بسم الله ما شاء الله، مفيش احلى من الشعر الطويل. بس انا عايز اعمل كام خصلة حمراء زي كده. شوفي يا اختي البيت، انت لسه طلعتي من البيضه عشان تعملي خصلة حمراء ولا صفراء؟ خليكي في مدرستك يا اختي. نوره، تليفونك عمال يرن كتير قوي. تليفوني رقم غريب. الو. نوره. سي حسن، ازيك يا سي حسن؟ عامل ايه؟ طمني عليك، انت كويس؟ مكنتش متخيل ان انت بالإجرام ده، بس والله ما هسيبك. ايه يا استاذ حسن الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش عايز اسمع على كلمة. انا ما عملتش حاجة يا حسن. الو، فين اللي اسمها نوارة؟ يا لهوي، ايه في ايه؟ ايه في حاجة يا باشا؟ انت نوارة مالكي؟ يا لهوي، فين يا بنتي؟ هي الحكومة عايزة مننا ايه؟ انتي ولا مش انتي؟ انا يا باشا. معايا امر من نيابة بالقبض عليكي. قبض عليا انا؟